من جانب آخر، طالب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار إعادة النظر بمزاد العملة، وقال مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق، مضيفا أن معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولا نعلم المبالغ المباعة من الدولار. وشدد الصفار على أهمية أن يعاد النظر بهذه النافذة وتحويل الموضوع لوزارة المالية لوجود إرباك وتداخل بين العمل للبنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية.